بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه معجزة زادتني إيمانا بالله سبحانه وتعالى. الإيمان أيها الأحبة كما نقول دائما يزيد وينقص، وأكثر ما يقوي إيمان الإنسان هو الإعجاز أو المعجزات. لذلك نجد أن الأنبياء والرسل كان لديهم معجزات تؤيدهم وتثبت لأقوامهم صدق دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. معجزة اليوم التي بالفعل يعني أنا عندما أتأملها أزداد إيمانا بالفعل. الله تبارك وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه من أعجب الآيات في القرآن أيها الأحبة. حديثا في القرن الحادي والعشرين هناك مئات الكتب التي تم تأليفها في مجال علوم الحيوان والحشرات. لو نظرنا إلى هذه الكتب مجتمعة نجد عبارة تتكرر لدى كل من يبحث في علوم الحشرات وعلوم الدواب وعلوم الحيوان. هذه العبارة ملخصها يقولون: إذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الكائنات الحية عليك أن تقارنها بالمجتمعات البشرية. يعني تصوروا، سأعطيكم مثال على ذلك. كل الكائنات الحية أيها الأحبة لها ترددات صوتية سواء اكتشفت أو لم تكتشف. النمل يصدر ترددات صوتية، الخنافس كذلك، بقية الحشرات بالإضافة للحيوانات كما نعلم، ولكن نحن لا نفقه يعني هذه الترددات لا نفقهها أيها الأحبة، لا نعلم ماذا تقول، ولكن الذي هو مؤكد أن كل هذه الكائنات لها ترددات. ولكن من عجائب ما تم اكتشافه في عالم الطيور، بعض أنواع الطيور، أن هذه الأصوات التي تصدرها الطيور هي لغة تتفاهم مع بعضها وتتزاوج وتحب. لذلك نجد الوفاء يتجلى في أروع صوره في عالم الطيور، الزوج وفي لزوجته. عسى أن نتعلم الوفاء من هذا العالم العجيب. طيب الآن عندما اكتشفوا أن للطيور لغة، أنا أعطي مثالا فقط، قالوا: إذن هذه الطيور مثل البشر، البشر تتخاطب بترددات صوتية هي الأصوات أو الحروف، وهذه الطيور تتخاطب بترددات صوتية تشكل أصوات محددة، طبعا بلغة أبسط من لغة البشر، ولكن هي لغة، هو منطق بالنتيجة، منطق تتعامل به. الآن اكتشفوا أن بعض أنواع الطيور لها لهجات ضمن هذه اللغة. يعني تصوروا دقة الخلق سبحان الله، أنهم لاحظوا نفس الطائر ونفس اللغة، ولكن في مكان معين يتكلم هذا الطائر بلهجة معينة، في مكان آخر الطيور تتكلم نفس الفصيلة نفس النوع تتكلم بلكنة مختلفة ونفس اللغة. لاحظتم؟ طبعا العلماء أيها الأحبة لم يكتشفوا كل شيء، لا زالوا لم يكتشفوا إلا نقطة من بحر محيط. فكل يوم هناك أبحاث تؤكد، يعني مثل هذا البحث، العلماء يقولون: إذن هذه الطيور مثل البشر. إذا كان الإنسان لديه لغات ولديه لهجات ولكنات معينة والطيور لديها كذلك، إذن هناك تقارب وتشابه.
لذلك هناك كثير من العلماء ألفوا فيما يسمى علم السلوك الحيواني، دراسة سلوك الحيوانات، وجدوا أن هناك تشابها كبيرا بينها وبين السلوك البشري. النمل ينظم نفسه في مجتمعات، الإنسان كذلك. النمل يبني بيوت، الإنسان كذلك. النمل ينظم المواصلات ويقوم بصنع طرق وينظم حياة، الإنسان كذلك. وهكذا عندما تدرس حياة أي كائن حي، حتى الخلايا لديها نظام. الخلية لديها وعي، هل تعلم أخي الحبيب؟ حتى من أغرب الأبحاث التي قرأتها أن الذرة لها وعي، ذرة الهيدروجين هذه التي تراها أو لا نراها طبعا، ولكن ندركها يعني من خلال نعلم بوجودها. الهيدروجين موجود في الهواء، موجود في الماء، موجود في الكثير من المواد. هذه الذرة لديها وعي. لو لم يكن لديها وعي، إذن كيف تتفاعل بطرق محددة وبقوانين محددة؟ إذن من هنا أيها الأحبة ندرك أن هذه المجموعات الحيوانية وحتى النباتية، على فكرة هناك في عالم النبات هناك أيضا ما يسمى بالسلوك النباتي. النبات له سلوك معين، يتأثر بالشمس، يتأثر بالصوت، يتأثر بالمواد الكيميائية، يتأثر بالترددات التي تطلقها الحشرات. يعني هناك لغة تفاهم بين بعض أنواع الحشرات وبين بعض النباتات، تفهم هذه لذلك نجد أن طبعا أمثلة كثيرة جدا جدا أيها الأحبة، نجد أن النباتات أحيانا تكره حشرة معينة فتطلق روائح تحبها حشرة أكبر، فتأتي الحشرة الكبيرة تعلم أن هذه الرائحة إذا أطلقها هذا النبات معنى ذلك أن هناك حشرات صغيرة موجودة بغزارة، فتأتي الحشرات الكبيرة فتأكلها، ويكون النبات هنا قد تخلص من الحشرات الصغيرة التي تؤذيه وتأكل أوراقه وتؤلمه. النبات يتألم، نعم. الحشرات تتألم، نعم. الحيوانات تتألم، نعم. الحيوانات هل تحب؟ نعم، لديها قصص حب، وكما قلنا أروعها في عالم الطيور. القردة، عالم القردة، عالم الفيلة، عالم الدببة، يعني تجد أن مثلا دب عملاق كبير، دب قطبي يزن مئات الكيلوغرامات، تجده يحنو على صغيره مولوده الجديد، يحنو عليه بكل رفق، ويمكن أن يضحي بحياته من أجل هذا الطفل إذا كان هناك خطر عليه أو جاء من يريد أن يفترسه من حيوانات أخرى. هذه العاطفة القوية جدا موجودة في عالم الحيوان وموجودة عندنا نحن البشر. إذن مجموع هذه الدراسات أنا تجعلني أتأكد أن هذه الآية ليست كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن النبي الكريم في القرن السابع الميلادي، اقرأوا ثقافة ذلك العصر، كانوا يسمون هذه الحيوانات بهائم لا تعقل، بهائم فقط. لذلك أيها الأحبة عندما نجد آية تنطق بالحق وتقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، نعلم أن الذي أنزل هذه الآية هو يعلم سلوك هذه الحيوانات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف لا يعلم سلوكها وهو خالقها عز وجل. إذن أيها الأحبة والله إن هذه الآية اليوم تشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى. عندما نقرأ هذه الآية قراءة سطحية لا نشعر بأي شيء، ولكن بعد أن نرى هذه الأبحاث العلمية ونرى هذا السلوك الحيواني المشابه للبشر ونرى هذه العجائب ونرى التطابق الكامل بين
الآية القرآنية وبين الحقيقة العلمية، نزداد إيمانا ونزداد يقينا ونزداد تسليما أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.